مرحبا، اليوم راح احكي عن الهاجس اللي يأرق النساء والرجال. كل الناس تسأل عنه، التصبغات ومشاكلها وشلون نعالجها. اليوم راح احكي لكم عن منتج اللي هو ازدن، شركة ازدن، اللي هو العلاج الخاص للتصبغات النهاري والليلي. شنو اللي يميزها؟ هي عبارة عن أمبولات صغيرة، كل أمبولة تكفينا 3 أيام، البوكس كله بيه 30 أمبولة، حيكفينا 3 أشهر. هذا الكورس اللي هو الاثنين هذولة مال 3 أشهر نستخدمها. النهاري حيكون الأمبولة الواحدة تحتوي على البيجمنت كوركتر، تحتوي على الجلايكوليك أسيد، وتحتوي على الدي بوتاسيوم. نستخدمها يوميا صباحا، ونستخدم وياها الواقي الشمسي اللي هو سبوت بريفنت، وبالليل البيلينج. دائما أنا أقول التقشير أو البيلينج يكون بالليل، فحنستخدم الأمبولات بنفس الطريقة، اللي هي الأمبولة الوحدة تكفي 3 أيام، تكفينا كلها بيها البوكس بي 30 أمبولة، حيكفينا 3 شهور. فالمكونات اللي موجودة بالبيل هي جلايكوليك أسيد بتركيز أعلى، والألفا هيدروكسي أكس أسيد اللي هي أحماض الفواكه، والهايدرا بوست اللي هي نوعين من الهايلورونيك أسيد اللي هي اللو موليكولر ويت الجزيئات الصغيرة، والهاي موليكولر ويت الجزيئات الكبيرة. هتقولوا لي شنو هذه فائدتها؟ اللو موليكولر ويت راح تدخل لنا للطبقة الثانية من البشرة، فحتحفز لنا الكولاجين، والهاي موليكولر ويت اللي هي الجزيئات الكبيرة حتشتغل لنا على طبقة البشرة، الطبقة الخارجية للوجه. فإحنا بالتالي عالجنا التصبغات خلال 3 أشهر.